انا غلطت عم فتحي وجاي اردها. يا ابني كل شيء اسمه نصيب. يعني ايه عم فتحي؟ يعني ادي لنفسي السكه؟ اه يا رحمان، تدي لنفسك السكه وما توريناش خلقتك العكره دي تاني. ايه ده؟ كنت بتعملي ايه يا بنت كل ده جوه؟ بنت ما بنتك، وانت مالك انت ومالي يا بارد؟ انت عندي حاجه ليا كتير يا دنيا، ولا انت زي القطط بتاكلي وتنكري؟ تمامش بقى، احسن لك احسن ورحمه امي اكون منسله الشبشب ده على نافوخك. الله الله الله، ده انت بقيتي صايعه بقى ومش لاقيه حد يلومك. اوعى سيبي ايدي اقطع ايدك، ليه تتشلي يا رب؟ يا ابني كفايه بقى فرجت الخلق علينا. خلاص اردها يا عم فتحي، ويا دار ما دخلك شر. سيبها لك. اوبا، مين ده دنيا؟ مين ده عم فتحي؟ ولا انت قاعد هنا بتظبط الدش؟ مين ده عم فتحي؟ مين؟ تعالى عشان تعرف. اجيلك يا باشمهندس وعمر مره اعرف انت مين. خطينا الصوايع. تعالى. عرفت مين؟ عارف لو شفتك هنا تاني حتى صدفه هعمل فيك ايه؟ هرميك من فوق السطوح ده. ماشي؟ انا اسمي يوشو الحاوي، وكلمتي واحده، اوعى تنسى. مش هنسى مش هنسى. يلا استنى، انت قلت لي اسمك ايه؟ زكي. طيب يا زكي، روح بقى راضي عمك فتحي وبوس ايديه وحب على ابن اخوك. حاضر حاضر. حقك عليها يا عم فتحي. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. استنى وراضي دنيا كمان. حقك عليا دنيا، حقك عليا. استنى تعالى هنا. عرفت انا مين؟ مشو الحاوي. حفظت يا زكي؟ حفظت ومش هوريك وش تاني. شاطر يا زكي، يلا مش كتر خيرك يا ميش. اشرب الشاي بقى. هات يا عم واحد. ده حياة ست قطر، دورة مشوي وكورنيش اهو. مبسوطة؟ مبسوطة قوي يا فاطين يا حبيبي. وانت يا دانكا؟ مبسوط كتير فاطين. طب يلا بينا بقى عشان نروح. طب فاطين ايه؟ عشان خاطري ممكن اطلب طلب صغير؟ اخر طلب عشان خاطري. قولي يا ست قولي. ممكن نقعد نشرب شوية شاي؟ مع ان طلباتك كترت ومسخت يا قطر الندم، انما ماشي يا ست. يلا بينا نشرب شاي. يلا الى الشاي. انت يا ابني بتاع الشاي. اتفضلي يا دنك، اتفضلي اكتر. انت يا ابني بتاع الشاي انت. ايوه جاي. امورني يا برنس. عايزين شاي؟ ده انا جايب لك بغاشه يا باشا. ايه ده ايه ده، ده انت بتعكسهم قدامي يا ابني. احترم نفسك وبتصلي هنا. ايه ده؟ ايه؟ والنعمه معرفتك. بس باشا الله يسهل له امبارح مع دنيا والنهارده مع اتنين حريم، كترت ولعبت معاك قوي يا حاوي. ده انت مش حاوي بس، ده انت مخاوي. حضرتك بتكلمني انا؟ امال هكون بكلم مين بس يا حاوي؟ بقول لك ايه؟ انت هتهزر معايا؟ بلا حاوي بلا اراجوز. احترم نفسك، احترم نفسك بقول. جرايه يا ميشو، ده انا سمكه. سمكه؟ وايه اللي مطلعك بره؟ مش خايف لا تموت؟ بقول لك احترم نفسك. يا احترم نفسك. ماشي يا ميشو يا حاوي. اشربي يا دنك. في ايس تي؟ عندك ايس تي اس زفت؟ الايس تي مين يا عم؟ ما انت عارف اللي فيها، اجيب لك شاي. بقول لك يا دنك مفيش ايس تي، خدي بقى هوت تي وخلصينا في اليوم ده. اوكي فاتي. ايه ده؟ ايه؟ هي لا مؤاخذة خواجاية؟ ايوه يا سيدي لا مؤاخذة خواجاية، عايز حاجة؟ حتى الخواجات مش عاتق، دايما بتقع واقف. اخرع اضربك تاني، ما تحترم نفسك. خلاص وماله النهارده عامل كده ليه؟ ولا عشان ما كل يوم بموزه يعني؟ امشي يا جزمه قديمه انت. وانت وقت تكلمين اهو، هات قول مفهوم؟ مفهوم ايه؟ مين اللي كنت معاه امبارح يا فاطين؟ امبارح مين؟ ده واد متخلف. وبعدين احنا مش كنا مع بعض امبارح؟ نسيت الجو الرومانسي؟ نسيت الشموع؟ نسيت الفر؟ لا ما نسيتش، بس انا نمت ولما صحيت ما لقيتكش جنبي. اه يعني معنى كلامك بقى كده ان انا اتسلست كده من جنبك وركبت عربيتي وفي عز الفك نزلت مصر عشان اشرب شاي، ها؟ وعند سمكه. يمكن. وبعدين انت عرفت اسمه منين؟ ها؟ لا ذكيه قوي بتتذاكي يا غبيه، ما هو لسه متنايل قايل اسمه. اقول لك يا قطر مفيش كورنيش ولا في دور يا ست. ها هاتي يا فاطينه لابت يا ستي. هاتي يا لابت ايه؟ يلا بينا يلا بينا نروح.
يا ميشو يا حاوي؟ اشربوا انت يا سيزفت. على فين يا ميشو حاوي انت وحريم السلطان اللي معاك دول؟ وده يطلع مين بقى ده كمان في اليوم المهبب ده؟ انت فاكر ان دم الكابو هيضيع بلاش؟ دم مين يلي ما عندكش ريحة الدم؟ وكبو مين يلي ما عندكش ريحة الدم برضه؟ وسع كده؟ وسع ايه؟ كده؟ مش قبل ما نتحاسب يا حلو يا محلي، مش انت علمت علينا في منطقتنا ولبستنا طرح؟ احنا بقى هنمشيك ملط. تمشوا ملط مين يا بلغة؟ بقولك ايه، انا سكت لكم كلكم من الصبح. قطر. نعم يا حبيبي. خد دانك وتبين على العربية لغاية لما اشوف الزبالة دول. حاضر يا حبيبي. محدش هيمشي من هنا قبل ما تقلع ملط. يا رجالة قلعوا ملط. لا 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 لا، محدش يقلعني يا قطر. صوتي يا لهوي. انا حضرة الضابط فطين علي حسين الجرحي، يقلعوني ملط قدام مراتي والناس كلها واقفه تتفرج. ده انا الحمد لله نفدت بفرده الشراب دي باعجوبه. ده لولا الدوريه الراكبه بتاعه الشرطه كانت معديه بالصدفه كانوا قطعوني ورموني في النيل. ده ايه الغلب ده يا ربي؟ معلش يا فاطين، انتوا لازم تقبضوا عليهم. ايه ده؟ طيب يا استاذ فاطين ما تقلقش، دول بلطجيه الكورنيش وده اسلوبهم. خلاص بقى عادي بقينا نقول بلطجيه وده اسلوبهم؟ امال فين القانون يا حضره الضابط؟ ما انت عارف اللي فيها يا استاذ فطين. هو كل حد يقابلني يقول لي ما انت عارف اللي فيها يا استاذ فطين؟ طب قولك بقى حضرتك، يعني انا مش منقول من هنا قبل ما سياده وزير الداخليه بنفسه يجي هنا ويعتذر لي على اللي حصل. وزير داخليه مين ده اللي يجي يعتذر؟ كلامي واضح يا حضره الضابط، وزير داخليتك. انا مواطن مصري كامل الاهليه وليا حقوق في البلد دي، وهو ووزارته كلها مسؤولين عني وعن كل مواطن مصري وعن توفير الامان ليهم. طب واحد الله في قلبك، طيب واهدى كده واخلص وخليها تعدي. لا اله الا الله، ومش هتعدي ومش هتخلص. واسلوب حضرتك كده بقى انا مش بلعه، ولو سمحت اتصل لي حالا بوزير الداخليه دلوقتي اهو. لا انا شكلي هرميك في الحجز عشان تعقل كده وتهدى. ترمي مين في الحجز حضرتك؟ هي ايه خلاص بقت سايبه؟ حضرتك ما يغركش المنظر، انا محامي محترم. بليز مش هينفع اتكلم معاه بالطريقه دي. يو ماست توك بطريقه احسن من كده. وانت مين انت كمان؟ I'm American. ايه؟ احنا اسفين يا استاذ فطين، وبالنسبه للبلطجيه دول في حمله عندنا من الداخليه وجاري القبض عليهم. اي ام سوري مس دانكا. ثانك يو. احنا متشكرين جدا يا سياده اللواء لسعه صدرك، بس انا برضو عايز اوجه رساله للسيد وزير الداخليه واقول له احنا وكل الناس امانه في رقبتكم، وحمايتنا دوركم انتم مش دور ناس تانيه. طبعا طبعا يا استاذ فطين، دلوقتي تقدروا تقعدوا كلكم وتشربوا كل المشاريب على حساب الداخليه. بعد اذنكم. نزو زو زو. يلا بقى يا فاطين اطلب لنا شويه شاي يا حبيبي. انت عارفه يا قطر لو جبت سيره الشاي ده في اي حته ايه اللي هيجرالك؟ لا خلاص انا اللي غلطان. فاطين انا عايز ذره. اي لاف ات. فاهمه يا قطر ولا لا؟ قدامي يلا بدل ما ترم لك سنانك. وانا اتكلمت يا حبيبي. وانت عايزه كمان تتكلمي ومفيش حبيب. يلا يلا بنت يلا دانك. ذره ماسوي فاطين اي لاف ات. بعد اذن سعادتك يا باشا يا رز دوخي. خليه يجي. اتفضل. صباح ما تفضلش. يعني مش باين يا رشدي. انت تحت امرك يا باشا، امرني. بلغك اللي عمله عنتر؟ بلغني يا باشا وزعلت قوي. زعلت من مين؟ مني ولا منه؟ منه هو طبعا يا باشا. يعني عنتر غلط؟ غلط يا باشا، امال ايه؟ وخان العيش والملح كمان. وجزاء الخاين ايه؟ قصدك ايه يا سفوت باشا؟ انت عارف انا اقصد ايه. ايوه يا باشا، بس بلاش انا عشان خاطري يا باشا. يبقى إيه خلينا نشوفك. صباحا يا باشا. بعد اذن سعادتك يا معالي الباشا، كده ممكن رز يبلغ عنتر. عارف يا حمدي. طب عملنا ايه؟ أنا هسوي عنتر على نار هادية وأخليه يتمنى الموت قبل ما أخلص عليه. طيب رشدي؟ لا رشدي ده عيل فاكر نفسه ذكي، ليه وقته. المهم ما تبلغوش بأي مهمة من دلوقتي. أمر سعادتك يا باشا.
على فكرة أنا عندي معلومات أكيدة بأن زياد الخولي هو اللي خلص موضوع الشحنة الأخيرة بتاعت عنتر. فاكر روحه لعيب ابن ليه، بس مش عليا أنا، هو مركز في الجيم قوي وعارف بيعمل ايه. بس كده ممكن زياد وعنتر ورشدي يتحدوا مع بعض ويعملوا رباطية علينا يا باشا. ممكن، بس مش مع صفر مصر. ما تعرفش قدراتي ولا ايه يا حمد؟ لا عفوا سعادة الباشا، ده انا بتعلم وهفضل طول عمري اتعلم من سعادتك. هات لي ميشو. حاضر، امر سعادتك يا باشا. الرماية يا ميشو رياضة قديمة قوي من أيام الفراعنة، وأهم حاجة في اللعبة دي التسديد نحو الهدف. قول لي بقى، إيه الواجب اللي عملته معاك زمان؟ أنت بتسرق ليه؟ إيه رأيك في العربية دي؟ مش عايز يبقى عندك زيها؟ لازم يبقى عندك فلوس كتير عشان تحلم بالجنة اللي على الأرض، لأن اللي زيك ملوش فرصة غير في الجنة دي. خليهم معاك عشان تبقى تفتكر. يا هو أنت؟ هو باشا. سبحانك يا رب، القدر بيعمل حاجات غريبة يا ميشو. كل واحد ليه دور ومربوط في خيط بيمشي. أنا النهاردة مبسوط أوي. طب العيد بقى وسعادتك مبسوط أوي كده، تكمل وجبك معايا. أؤمر؟ أدخل الجنة. الجنة اللي أنت كلمتني عنها يا باشا. حق مشروع، بس دي تمنها غالي أوي. هنفذ كل اللي أنت تأمرني بيه، المهم أرتاح. أوكي. أشوفك هتلعب إزاي. لو نجحت هديك المفتاح وتدخل الجنة، لكن لو فشلت جربني يا باشا، جربني وهتشوف ميشو. أنت تعرف الدكتور فاوست؟ ساكن فينا باشا وجبولك. لا دي حكاية شعبية من ألمانيا. الدكتور فاوست ده كان ساحر وعايز يكتشف إيه جوهر الحياة، فعمل عقد مع الشيطان. الشيطان يا باشا؟ والاتفاق كان بالدم. الشيطان يعمل للدكتور فاوست اللي هو عاوزه. لما الدكتور فاوست يوصل للي هو عاوزه يدي روحه للشيطان. قصدك ايه يا باشا؟ قصدي ان الاتفاق اللي هيكون بيننا زي اتفاق فاوست والشيطان. انا ادخلك الجنة وانت تديني روحك. ايوه باشا، بس لا مؤاخذة يعني انا هدي لك روحي ازاي؟ يعني تعمل اللي اقول لك عليه. لو قلت لك ارمي نفسك في النار ترمي نفسك في النار. ارمي يا باشا، المهم اوصل للجنة. ده متوقف على نجاحك يا باشا. هنجح يا باشا هنجح، انا ما عنديش حل تاني. تعالى معايا. بعد اذن سعادتك يا سعادة الباشا، سمي بيه عجلون وصل. اوكي يا حمدي. امر سعادتك. الراجل ده اسمه سامي عجلون، مدير أعمال أمير خليجي، يهمني قوي. لو ركزت في إيده اليمين هتلاقي خاتم. الخاتم ده أنا عايزه يا باشا. خاتم بس يا باشا؟ من غير نقطة دم واحدة. بس كده أعتبره حصل. قبل ما تستهوي بالعملية دي، الخاتم ده يعمل 2 مليون دولار. حجر الألماس اللي عليه بمليون و300 ألف. قيمته بالنسبة لي مش إنه بيعمل 2 مليون دولار، لا، الخاتم ده غالي بالنسبة لي وبالنسبة لسامي، لأنه هدية من الأمير. أنا عايز الخاتم ده يا ميشو. تقدر تمشي يا ميشو، لو احتجت أي معلومات تاخدها من حمد. ماشي، بالإذن يا باشا. ميشو! تحت أمرك يا باشا. أنت لازم تنجح يا ميشو تدخل الجنة.
يا دائم كله تمام مش محتاج اعوض عفارم عليك يمسك حبيبي يا بيش يا توبج مش عايز حاجه خلاص نويت تمشي ميشو خلاص يا توبج امشي يا ميشو مستغنى منك من يوم ما جيت وانت صغير وكنت عارف ان هيجي اليوم اللي هتسيبني فيه بس ما كنتش فاكر ان الايام بتجري بسرعه كده ظهر ان انا كبرت وعجزت عجزت مين يا عم توبجي ما تقولش كده يا عم انت زي الفل اهو هتيجي تزورني تاني ميشو لا خلاص طير يا حمام ومش راجع هاجي لك يا توبجي خلي بالك على نفسك يا ميشو خلي بالك من الدنيا الدنيا زي ما فيها حاجات فرقة كتير فيها حاجات حلوة كتير المهم ان انت تشوف الحاجات الحلوة دي وانت لسه صغير الطريق قدامك ياما ماشي يا توبجي شوف وشك بخير عايزك تضحك بقى اضحك يا عم ميشو لو حسيت ان الدنيا لملمت هدومها في وشك ومش لاقي اي حد تفضفض معاه تعالى ترمي في حضن عمك التوبجي وفضفض وانا مش ابوك ولا ايه التوبجي وانا زورت حبيبي مش هميشو مالك يا عم ميشو بقى اللي مروق نفسه كل يوم ما بين الحريم الخواجاتي والمصري يشيل الهم كده وماله في ايه مش رايح ده انا نازل 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 رايح فين دلوقتي يا عزوز هي الساعة كام الساعة دلوقتي اسكتي مش انا معيش ساعة يا خبر وانا من ساعة ما ادتني العصير امبارح وانا مش حاسة بالوقت هو العصير ده بيريح اجيب الكوباية كمان لا بس قولي انت نازل رايح فين رايح اطمن على قطر بنتي وكمان الحدانك عشان ما تبين نجري مع بعض الشقه الصبح سلام عليكم عزوز قلت لي نازل رايح فين رايح اطمن على قطر بنتي دي وسمعتها اللي بعديها بس بالراحه بالراحه قوي يعني ايوه يا عزوز رايح الحق دانك عشان متفقين نجري مع بعض شويه رياضه يعني متفقين واتفقتوا امتى يا عزوز يسترداي مورنينج يعني امبارح وانا نايمه برضو شوف الكد خيبه يعني انت عايز تنزل تلعب رياضه وتجري استناني بقى
اجري يا سعد. ايه على شك؟ اجري يا سعد امشي. على شك؟ ابوس ايدك. ابوس ايدك. والله حرام. حرام ده شهر والله. ابن هدام حيلة. ده والنبي حرام. اجري مش عايز تلعب رياضة؟ مش عايز. هلعبك رياضة. يا اختي ما تعبتيش من هدة الحيلة اللي انت فيها دي من ساعة ما صحيتي؟ دي رياضة جنبي، رياضة سبور. سبورتي ونولتي يا اختي، ده بدل ما تيجي تساعديني في حشو البتنجان. وات؟ وات داز ات مين بتنجان؟ محشي يا اختي، محشي بتنجان. ودي هتعرفه منين؟ خواجاية وابوها خواجة وامها خواجاية. الا صحيح يا دنجة، امك اسمها ايه؟ وات؟ امك اللي خلفتك. يو مين ماي ماذرز نيم؟ ايوه يا اختي. كاترينا. باترينا؟ باترينة ايه؟ نو جاليا نو كاترينا. اما انتوا عليكوا اسامي، فيها ايه يعني لو سميتوا اشجان، عواطف، اليفة ولا حتى غالية؟ خلاص بقى يا قطر بقى. الله، عايز افتح المحكمة يا بنتي. ده ايه الغلب ده يا ربي؟ عشان خاطر يا فاطين. طب كمل السندوتش ده. حاضر يا ست حاضر. صباح الخير يا ام. صباح الفل يا حبيبي. صباح الخير يا دنك. جود مورنينج فاطين. How are you cut؟ زي الفل. الرومانسية عاملة شغل. سلامتك يا حبيبي. خلاص يا قطر خلاص. لا ايه مرزبة. انا نازل بقى يا ام علشان الحق المحكمة. عملت ايه في موضوع الارض بتاعتنا يا فاطين؟ ما تقلقيش يا ست الكل، انا رفعت قضية وبستعد لهم في جمع الاوراق، وهم اللي جابوا لنفسهم. اما فرقتهم وبهدلتهم وعرفتهم مين هو فاطين يا جالية، ما بقاش انا. سلام بقى. ربنا يوفقك يا حبيبي ويكتب لك في كل خطوة سلامة يا فاطين يا ابن بطني. صباح الخير. صباح الخير يا عم عزوز. في ايه؟ دنكة موجودة؟ موجودة. ايه ده؟ مالك يا عم انت؟ ايه عملت حادثة ولا ايه؟ لا، شهر مراتي دهشتني. شهود. ده جوز بنتي وهو اللي قتلها. منه لله. كان كل يوم بيضربها ليه؟ مفيش غيره هو اللي قتلها. كان بيسرق فلوسها ويفتري عليها يا بيه، وسمعته اكتر من مره هو بيهددها بالقتل يا بيه. النيابه تتفضل. من شهاده الشهود الجريمه واضحه يا فندم، واطالب بتوجيه تهمه القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد للمتهم يا سياده القاضي. الدفاع. الحقنا يا استاذ فطين، ابوس ايدك والله ما قتلتها. اسكت يا مدحت، اسكت يا مدحت يا مقطط يا مسبسب يا ابو قصه. سيد القاضي، اسمح لي اناقش الشهود. اتفضل. انتوا متاكدين ان ابتسام اتقتلت وان زوجها مدحت الماثل في القفص قدامكم هو اللي قتلها؟ ايوه هو اللي قتلها. سيد القاضي، الكل قد اجمع على ان موكلي السيد مدحت عز الدين هو من قتل زوجته ابتسام، على الرغم يا فندم من عدم وجود جثه او اداه للجريمه او حتى دافع. ما قتلتهاش، انا كنت بحبها جدا، ده انا بعت عربيه عشانها وفي الاخر سابتني ومشي. اتنين اسكت بقى، جتانينا اللي عايزه خلف. انا بحبها قوي وبحب العربيه، عرفنا ان عندك عربيه. سيد القاضي، كما ترى بعينك ان موكلي شاب مرفه وغني ومن اسره غنيه، وقد تزوج ابتسام من وراء اهله علشان قال ايه بيحبها يا فندم، وباع العربيه. وطبعا الست ام ابتسام روايح القادره، واللي كانت متهمه قبل كده في قضيه نصب، لما شافته يا فندم لقيته متريش، قالت حلوه ونجوزه ابتسام، ولما خلصت المصلحه وبيعته اللي وراه واللي قدامه واللي جنبه اتدورت على اهله علشان تسف فلوس من ورا اهله. قاموا يا فندم اخفوا ابتسام واتهموا زوجها السيد مدحت عز الدين، ولو اهل مدحت دفعوا وكاعوا المطلوب يا فندم ساعتها ابتسام هتظهر والليله كلها هتخلص. كده هو ده اللي هديله يا جوز بنتي، ده اللي هديله. يا رايح هبهدلك، انت مش قدي. كمل يا استاذ. انا يا فندم سوف اثبت لعدالتكم ان ابتسام لم تقتل، لانها يا فندم دلوقتي هتخش علينا من اهل الباب وتقول انت بريء يا مدحت. صارتش يعني؟ ولا هتظهر يا فندم. انت بتهزر يا استاذ. يا سياده القاضي، انا لم اهذر ولم اهرب قط، انا بس يا فندم حبيت اثبت قدام عينيك ان هما
بصوا ساعتها على الباب علشان يشوفوا ابتسام القتيلة كما يدعوا هتظهر من الباب. طب تيجي ازاي دي؟ اعترض سيادة القاضي على هذا الأسلوب. اعتراض مقبول. في حاجة تانية يا أستاذ فاطين؟ في حاجة صغيرة يا فندم. دي لقطة من الموبايل بتاعي للست روايح وهي لابسة فستان بيلمع وعمالة تديها على واحدة ونص بفرح يا فندم، مع إن بنتها كما تدعي مقتولة. اتفضل يا فندم. جامدة. ما تجيب هنا أنت. الكلام ده صح يا ست روايح؟ ايوه صحيح، كنت في فرح بنت واحده صاحبتي وقضيت الواجب ومشيت. في مانع؟ وقضيت الواجب؟ داخل الفرح يا روايح يا قادره الساعه 8 بالليل تخلصيه الساعه 2 ونص الصبح وهدف يا راس. ها يا بنتي انا ما بلعبش هبهدلك. عايز تقول ايه يا استاذ فاطين؟ انا عايز اقول لسعادتك يا فندم ان موكلي سيد مدحت عز الدين هذا الشاب التافه اللي باع عربيته يا فندم عشان مراته، في كده يا فندم؟ لا يمكن ابدا انه يقتل، واذا فعلا ابتسام قد قتلت فانا في هذا الصرح العظيم من العداله بتهم روايح في قتلها بمشاركه الشهود، اقبض عليهم يا فندم. لا يا فندم احنا ما قتلناش حد، احنا كنا متفقين نيجي نشهد وناخد 300 جنيه ونروح. وابتسام عند خالتها في المنصوره. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اثبت عندك يا فندم. قلتلك انت مش قدي هبهدلك. ايوه ترك، بقول لك اسمعني، سيب اللي في ايدك دلوقتي. ايوه مصلحه. بص خلص كل اللي هقول لك عليه دلوقتي. السلام عليكم يا استاذ عبد البصير. وعليكم السلام ورحمه الله يا سيدي. مين اللي بيتكلم؟ مين بيتكلم؟ انا. ادخل. ادخل ايه يا استاذ عبد البصير؟ ما انا دخلت وقعت قدامك اهو. حس كده بقى، مد ايدك كمل. لا الحمد لله بالهنا والشفا، انت انا سبقتك. وطلباتك ايه بقى يا استاذ؟ كنت عايز من سعادتك يعني شهاده بيانات ان انا فاطين علي حسين الجرحي كنت مقدم مشروع لتنميه جزيره الورد اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا واستغلال ارض امي اللي هي غاليه صابر ايوب. وعلى فكره حضرتك يا استاذ عبد البصير سياده المحافظ بنفسه كان موافق على المشروع ده اول ما اتعين. والكلام ده من قد ايه؟ من 3 سنين. طب امسك. لا الحمد لله كان. شوف لي السندوتش ده فول ولا طعميه؟ ده فول. طب ده
ده طعميه. يا نهار ابيض، الواد بقى اللي عليه ضحك عليا وما حطليش السندوتش في السقاعه. دور معايا. خلاص يا استاذ عبد البصير، انت هتعيط ولا ايه؟ هتلاقيه بس بيلعب مع سندوتش البطاطس ولا حاجه. اهو سندوتش المسقع اهو. خلصني بقى يا استاذ عبد البصير واعمل لي شهاده البيانات. امسك كده، هي دي؟ لا مش دي. ايه ولا دي؟ يا رب برضه مش هي. طب سمي كده بالله وشوف دي. بسم الله الرحمن الرحيم. برضه مش هي. اللي جراني النهارده نظر ضعف ولا ايه؟ نظرك ضعف؟ طب بقول لك ايه؟ ما تجرب النضاره دي. يمكن. وريني كده، وريني 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 وريني. برضه مزغلله، انا مش عارف نظر ضعف النهارده ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ دور كده على العدسه المكبره كده هنا. العدسه المكبره؟ ده ايه الغرب ده يا ربي؟ حاضر حاضر يا استاذ عبد البصير. حاضر. اهي العدسه المكبره. بس قول لي يا استاذ عبد البصير، هو حضرتك متاكد انك كنت بتشوف قبل كده؟ الارض باسم غاليه. ها؟ شاديه؟ شاديه مين يا استاذ عبد السميع؟ بقول لك غاليه صابر ايوب. ها؟ أيوب؟ أيوب مش هنا يا ابني. أيوب مين بس يا أستاذ عبد السميع؟ حد جاب سيرة أيوب؟ ما تجننيش بقى. بقولك الأرض باسم أمي غالية صابر أيوب، وكنت مقدم طلب هنا في الحي لدخول المرافق والنور. ها؟ ده منور؟ أنت هتدوخني وراك ليه يا ابني؟ مرة أيوب ومرة ده منور؟ ييه! أنت شكلك كده عايز تموتني ناقص عمر. ها؟ الشياطين العمر؟ الأرض باسم غالية صابر أيوب، غالية صابر أيوب، أمي تبقى اسمها غالية صابر أيوب، سامعني يا أستاذ عبد السميع؟ ومالك بتزعق ليه يا ابني؟ هتخرم لي طبلة ودني. هو في ودن أصلاً؟ الأرض بتاعت أمي غالية صابر أيوب اتاخدت. حضرتك فاكرها؟ حضرتك كنت متحمس جداً للمشروع بتاعي، وأنا وأمي كنا داخلين بالأرض. فاكر سعادتك؟ حلوة قوي. أنا بقى بعد إذن سعادتك يعني عايز ورقة رسمية من سعادتك إنك موافق على المشروع. ليه بس ليه؟ ما أنت كنت متحمس للمشروع وموافق، وحضرتك مستلمه مني بإيدك. هو سعادتك ما بتتكلمش ليه؟ هو سعادتك يعني شارب شابة غلط، ولا لسانك لزق في سقف حنكك ولا ايه؟ طب درسك بيوجعك؟ طب هو حضرتك قرفان من حاجة يعني؟ امشي؟ متشكر جدا والله بنفسك يا. بس على فكرة سعادتك لازم تروح تكشف، علشان كده غلط عليك. جيت انبهك يا عنتر، انت صاحبي وده حقك عليا. صباحو. طيب قول لي اعمل ايه يا صاحبي؟ انا رايي انك تهدي اللعب شويه وتتقل على البضاعه دي لحد ما نشوف الدنيا فيها ايه. طب على الاقل الم الفلوس اللي بره. انا دفعت قد كده عشان ركنتها في الميه، ودفعت كتير علشان ادخلها تاني. انا طول الوقت بدفع من جيبي يا صاحبي. برضه اتك على الصبر شوية. صباح يا عنتر. ماشي ماشي يا صاحبي، هي دي الصحوبية والشهامة بجد. عشان كده أنا عشمان في نص أرنب يا عنتر، بس لما تتصرف البضاعة أنا مش مستعجل. أنت مش شايف النص مليون كتير يا رشدي؟ حياتك أغلى بكتير يا عنتر، وبعدين فداك فلوس الدنيا كلها. ولو مش عايز خلاص، ربنا يديم المعروف يا حبيبي. مش عايز إزاي؟ أول ما صرف البضاعة فلوسك هتكون عندك وفيها مليون بوزة. وأنا اللي قلت عجلة إيه مستنيني؟ أنا عارفة نفسي يا رب، أنا فقرية كده طول عمري.
سرحان في مين بقى ان شاء الله يا ميشو؟ الدنيا الحمد لله على السلامه. انت ايه اللي اخرك كده؟ مفيش، واحده صاحبتي في النبطشيه غابت النهارده، فانا قلت اقعد مكانها عشان هي تقعد مكاني بكره، وبيني وبينك قلت هي فرصه عشان اخد اجازه وادوقك طبيخي. هعمل لك حته دين صينيه بلاميطه سويسي هتطرشق من نفوخك. بلاميطه وهتطرشق؟ دي البلاميطه دي يا دنيا اكل؟ انت ما اكلتش سمك بلاميطه قبل كده؟ لا ما اكلتش بلاميطه. خلاص جهز نفسك بقى عشان هتاكله بكره يا قمر. ماشي يا دنيا ماشي. طب يلا قولي بقى، كنت سرحان في ايه وفي مين؟ في شغلانه كده صعبه قوي قوي يا دنيا، يا هتعديني يا هترميني من فوق سبع سنين. بعد الشر عليك، انا هدخل اطمن على ابويا وبعدين اجيلك عشان تحكي لي. لا خليك انت مع عم فتحي وسيبيني انا هنا بقى امخمخ. ليه بس كده يا ميشو؟ لحسن تكون عايز كوبايه شاي كده ولا لقمه كده؟ لا ما انا هاكل البلاميطه بكره. طيب تصبح على خير وما تطولش في السهر عشان مضر في الصحه. في الصحه؟ فاطين الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك يا قطر. ايه عامل ايه النهاردة؟ مهدود والله يا بنتي، من صباحية ربنا وانا عمال الف على كعوب رجليا لحد ما استويت، عايز انام بقى محدش يصحيني خالص. ايه ده؟ ده بابا يا حبيبي. ما انا عارف انه بابا يا حبيبي، بيعمل ايه بقى في اوضه نومي ولابس بيجامتي وطقيتي كمان؟ نايم يا حبيبي. نايم يعني ايه؟ انا مش فاهم. انا يا حبيبي انت ناسي انه متخانق مع ماما؟ يا ستي وانا مالي، انا ما يتخانق مع امك، انا ذنبي ايه؟ اصحى بقى يا عم عزوز بقى. معلش يا حبيبي خليه نايم والنبي. نايم والنبي؟ يا ستي انا بقول لك انا تعبان تعبان وعايز انام. ما تصحى بقى يا عزوز. هوب 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 هوب، ده بيحلم كمان على سريري. وفيها ايه يا حبيبي؟ ايه اللي وفيها ايه؟ ايه البرود ده؟ يا ستي انا ما بحبش حد يحلم على سريري يا ستي. اصحى بقى يلا يا عزوز بقى ما تستهبلش. حدين. معلش يا حبيبي، نام انت جنبه وانا هطلع انام برا على الكنبه. يلا تصبح على خير. استنى هنا. تصبح على خير يا حبيبي؟ عايزاني انام جنب خلاط الاسمنت ده؟ استنى انت هنا يا اختي. الله عليك يا عم عزوز، مزك وشجيني. بقول لك يا قطر، خليك انت هنا يا حبيبتي جنب ابوكي وانا اللي هنام بره. ده ايه الغلب ده يا ربي؟ يا بنتي نامي بقى، دماغي اتخرمت من التكتكه على البتاع ده. موس ينفع جاليا؟ موس خلصت. خلصتي ايه يا اختي؟ جننتيني. مقاله جاليا ارتيكل. والبارتيكل ده ما يستناش للصبح؟ نو جاليا موس ينفع الصبح. انا اكتب مقاله رقم 17 لازم انزل تومورو عشان يعرفوا ان انا مسهف منهم. هما مين دول اللي يعرفوا يا اختي؟ بصي جاليا، انا كتبت مقالات ضد انتهاك حقوق انسان في كل مكان وخصوصا فلسطين من جنود اسرائيليين، ودعوة لسلام بين كل شعوب. والكلام اللي بتكتبيه ده تفتكري هيجيب نتيجة؟ ما هم مستقوين عليهم من سنين وما فيش حاجة جديدة. أجيب نتيجة جاليا، هم استخدموا قانون قوة، أنا عاوز قوة قانون، وده خلى أمم متحدة أبعت لي دعوة لزيارة حدود الشراكب بنفسي. الأولى للمتحدة ذات نفسها؟ يا حلاوة. نو جاليا، أمم متحدة. ومقالات كمان هالت متعصبين يهود في امريكا قالينه هرب عليا وهددوني بقتل. هي حصلت القتل؟ اللي قالوا لي يا اختي هم اليهود دول مش اهلك وحبايبك في امريكا؟ جاليا كل دين فيه كويس وفيه متطرف، بس انا مسهف منهم عشان انا لهك. والنبي ده انت كبرتي في نظر يا بنت يا دنكة. ما تجيبي بوسه يا بنت، هاتي بوسه. هقوم اعمل لك فنجالين قهوه عشان تصحصحي وتعرفي تردي على اولاد الهرمه دول.
لهوي يا ميشو، انت لسه ما نمتش من امبارح؟ طب اصطبحي اصطبحي قولي صباح الخير. حد يصحى كده من النوم يقول يا لهوي صباح الخير يا قمر؟ صباح الخير. اصلي قلقت عليك يا ميشو لما لقيتك واقف مزنهر كده من ليله امبارح. مزنهر؟ طب بقول لك يا دنيا، اعملي لي بقى فنجان قهوه كده دوبل من ايديك الحلوه دي، ومن غير سكر ومن غير رغي. ليه كده يا مش قهوه على الصبح؟ طب اعمل لك سندوتش، ده حتى القهوه تنزل في بلعومك كده تلهبهولك كده. انا كده مش عايز حاجه، الف شكر. لا 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 خالص. تسلم ايديك. شكرا. خلاص يا مش ما تبعش حقك عليا، ما تكردمش بقى. خشي يلا افرك جتتك وانا هخش اطص وشي بشويه ميه واظبط لك القهوه واندح لك. عسل 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 يا خرابي. مقدرش ما احبكش وحياتك، مقدرش مقدرش ما احبكش وحياتك، مقدرش في ايديك قوة تهديك بقى، في ايديك قوة وعليك صبر وطولة بال، وعنيك حلوة مقدرش. ليه ما تقدرش تخبيه؟ انت مين يا ده؟ انت وعايز ايه؟ وكمان شرس ومفترس وقمر، يخرب عقلك يا بنت التنين. عجبك كده؟ اهي القهوة فارت. هي القهوة بس اللي فارت؟ ده انا اللي قلبي فار من الصبح. لا ده انت الظاهر بقى عايز اللي يفورك. انت مين يا ده ابن المهبولة وعايز ايه؟ الرضا، انا عايز الرضا. انت عارف لو ما نطقتش وقلت انت مين وزيني لكم مخليه الشبشب الكريم زي طرقه على صداغك. ده 42 بس الدكتور ما حبيتش يضرب 42. ترى ايه خفت انك بقى ولا ايه؟ خلاص 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 خلاص، ده فوزي صاحبي وجاي لي. تعالى بقى انت هنا كمان. طب ما تيجي انت هناك، ده حتى هناك طراوه. انا تركي عيب دي تبعي. خلاص ما كنتش مرسين. اسكت. خليهم بقى اتنين قهوه. دنيا دنيا وكمان اسمها دنيا القمر، ده اسمه دنيا. قلت لك اعترف نفسك. معلش اخوات اخوات، قلت لك اعترف نفسك. يلا معلش عندي دي بقى. دي اشكال تصاحبها، ما لقيتش غير التلح ده لعلمك. انا كنت شويه ما كانش هيامن اي حد. ما انت عارفني انا بجري كالنور. خلاص انا بكلم. خلاص بقى. لو ما كنتش حلوش وعسل ما اقدرش يمحن. طيب طيب واقفين ورا الباب. الله يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. صباح الخير يا حمايتي. تعالي قطر. تعالي. اهلا. ازيك يا ماما؟ والله يا كويس انك لسه فاكره ان ليكي ام تسالي عليها. يا حماتي معلش احنا اسفين يعني ان احنا جينا لك كده على الصبح من غير لائحم ولا غندور، بس انا الكنبه كسرت ظهري فكنا لازم نجيلك. طب وانا مالي ومال الكنبه يا اخوي؟ مالك ازاي يا حماتي؟ ده انت مالك ونص وثلاث ارباع كمان. ما انتوا بقى ما تتخانقوش مع بعض وانا اللي اشيل الليله في الاخر. تعالى يا عم عزوز، تعالى خش. خش تعالى اتفضل تعالى. ادخل بيتك. السلام عليكم. وجاي هنا برجلك يا عينك يا جبل. حماتي السلاح يطول يطول ولا يقصر؟ انا ما بخافش. يا ست احنا بنخاف. احنا بنخاف. انا وبعدين ده احنا في بيتك يا حماتي. موسى اتصرف جالك مس السحر. انت بالذات ما تتكلميش، ولو طمعانه فيه يا اختي خديه واشبعي بيه. نو انت فاهم غلط. عزوز بيحبك بس لازم اهتم بيه شويه. مساكل 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 جيب نكد. ايوه يا ماما والنبي اسمعي كلامها. هترتاحي واساليني انا. وبعدين يا ماما انت عارفه ان بابا طيب وعمره ما زعلك. عشان خاطري بقى خليني اروح الشغل وانا مطمنه. يلا يا عم عزوز انزل كده ووطي وبوس جزمه مراتك. يلا اهو. يلا بينا يلا بينا. اللي يلا بينا يلا بينا وما بتصدق كده. بقول لك يا قطر خدي دانكا واسبقوني. حاضر يلا يا دانكا. باي باي يا ماما. ما يلا بالراحه ميس السهر. اند سمايل. اضحك يا سندونيا اضحك. بصي لي كده. بقول لك يا عم عزوز ده شغل حريم، استحمل بقى شويه. ها وبعدين انا مش كل يوم هنام لك بره على الكنبه. خلاص اجي معاك وهنام انا على الكنبه. ما ينفعش يا عم عزوز ما ينفعش. وبعدين بقول لك ايه، خلي بالك حماتي عامله دلوقتي زي الاسد الجريح، يعني لو ما ماينتش معاها ممكن تقطعك حتت وتحطك في اكياس. صدقني انا النوع ده انا عارفه كويس. بص بتبص لك شزر ازاي. جيت
طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ بص يا عم عزوز، اللي بدا بقى مشوار مش بقى اللي بدا مشوار لازم يكمله للنهايه، وانت بدات مع حماتي من زمان، يعني لو قربت منك وهي ماسكه السكينه واديتها لك في بطنك موت وانت مطمن، وانا هبهدلها لك في المحاكم. فكره كده؟ يا اما بص اتجنن انت كمان وامسك لها سكينه، ويبقى كده بقى خلصنا منكم انتوا الاثنين. السلام عليكم. فتيان ادي فتيان. المهم بعد ما راقبته اليوم بطول وصلت لحاجه؟ حاجات. الراجل اسمه سامي عجلون ده طلع تقيل قوي ومزاجه عالي قوي قوي. يا ترك خلينا في الشغل. وهو ده الشغل، طلع زميل بيموت في الحريم، بس من اي صنف؟ من البريم. طب وهنصطاده فين؟ صعب، البودي جاردات اللي حواليه مسلحين، وسامع عجلون نفسه ما بيمشيش من غير سلاح. هو ساكن فين؟ واخد جناح كده في اوتيل على النيل، ومن هم السبع نجوم دول. طب وامن الفندق؟ كلاب بوليسيه والبوليس مرشق في كل حته، يعني سهل اول ندخل، بس يبقى قابلني لو خرج. وبعدين لازم نخلص وقبل بكره الصبح. بقولك يا حاوي، ما تفكك من اللعبه دي، شكلها شمال، ما تخلينا نلعب في المضمون. المضمون ده ما بيوصلش للجنة يا تركي. الراجل ده اسمه سامي عجلون، مدير أعمال أمير خليجي، يهمني قوي. لو ركزت في إيده اليمين هتلاقي خاتم. الخاتم ده أنا عايزه أمشيه. تركي، انت قلت لي الراجل ده مزاجه عالي قوي قوي. خلاص يا ترك اتحلت، احنا هندخل ونخرج في السليم، بس محتاجين موزة. موزة يا ابن ال، وتقولي شغل؟ هتقول يا حاوي دماغك فيها ايه؟ والموزة دي بقى يا صاحبي لازم تبقى اخر حاجة، اجمد من الموزز اللي معاه كلهم. موزة يا صايع، بعدي اخرتها يمشوا كده؟ انا كنت عارفة انك هتطلع زي كل الرجالة دي، لك نجس ورمرم وفلاتي. الموزة دي بقى لازم تكون أمينة، وكمان بتقول اسمها قدامي علشان نثق في الموزة دي، ما يبقاش سهل انها تتجاب وتقر علينا في الاخر. ايه رأيك يا تركي؟ تمام. تاخد منك قد ايه بقى وقت وتخليها لي اجمد موزة في الدنيا؟ 3 سنين. تركي ادينا 4 ساعات، ساعتين كوافير وزيهم مكياج ولبس، واسلمها لك مزه من الاخر. تمام، ونطير يا حمام. لا يا ميشو، انا قلت لا يعني لا، بعدي اخرتها. عايز تشغلني يا دنيا؟ اسمعيني، ده كله لعب في لعب، يعني تمثيل، وبعدين هما ساعتين زمن، وهن كنت بالمصلحه ده واكل الفلوس على ناس غلابه؟ ده انت بتعملي كده لله؟ لا يا ميشو، بقى عايزني اروح في رجليا الواحد دلو نجس وتقول لي لله وتمثيل ورحمه امي؟ ما هينفع. ورحمه امك يا دنيا ما هيلمس شعره واحده بس منك برضه. لا يا ميشو، ومن هنا ورايح. صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي، ومفيش كمان صباح الخير. تعالى يا عم فتحي. بس تعالى. مالك يا بنت؟ صوتك جايب لاخر الشارع اهو. ابوك يا اهو. تعالى يا عم فتحي تعالى. اقول له؟ قول له. ما تقول له. هقول له. يا ميشو في ايه يا ابني؟ يرضيك يا عم فتحي، شغلانه كده في الخير، وبنتك مش عايزه تقضيها، وهم ساعتين زمن كمان بس. ليه بس يا بنت فتحي؟ ده اللي بيعمل الخير بيقعد له يا بنتي. اهو الخير ده بقى بالذات مش عايزاه يقعد لي. خلاص يا ميشو، بركه جامع اللي جت منها، واللي بيعملوا خير كتير على قفا من يشيل. متشكرين يا ست الكل، شاريلك للتقيله. اكلم لك مديحه؟ اهو جاب لك التايه، هو عم كرومبو. شوف لك اي واحده بقى، مش هتغلب يعني. مديحه، سميحه، امينه. بقول لك ايه يا ميشو، ما ينفعش انا يا ابني اعمل الثواب ده. يا ريت يا عم فتحي يا ريت، بس ما ينفعش. على العموم اللي يقدم السبت يقلق لحد قدامه، اللي حد اجازه يا عينيا كده يا دنيا. كده يا ميشو، ده اخر كلام عندك؟ ايوه، ولا يعني لا. اتفضلي الليمون. اتفضلي يا استاذ فاطمه. ثانك يو. متشكره حضره الضابط. في حاجه وائل؟ هي الاستاذ خواجه من بلاد بره. طب معلش يا استاذ فاطمه، كنت عايز منها خدمه بس بعد اذنك. خدمه ايه يا وائل؟ جوز اختي والنبي نفسه في عقد عمل في الكويت، لحسن مطفحه لها مرار والنبي.
لو سمحت لو سمحت يا حضرة الظابط، واقف برا. استنى برا يعني؟ اه استنى برا، وقول لجوز اختك الف مبروك وخلي اختك تزغرط. دالكة بقى حضرة الظابط، يعني لما حكيت لها عن حضرتك وصداقتنا الحميمة اللي ما بيننا، أصرت هي بنفسها إنها تجيلك وتقابلك علشان تقدم لك بحثها اللي كانت عاملاه في منظمة حقوق الإنسان. الأوف. طيب البحث ده بيتكلم عن إيه؟ كلميه أنت بقى دانكا، وأنا هقوم ما بينكم بدور أنيس عبيد، لحسن هو في الإنجليزي ميح. أوكي. البحث بيتكلم عن awareness of human rights. أظن الكلام واضح، مش محتاج ترجمة. I mean توعية بحقوق إنسان، وده اللي بيعمل reducing crime. معكش قاموس لحسن الكلمة دي ما خدتهاش. ذاتس مين ان توعية بحقوق انسان بتعمل الى الهد من جريمة، وده المشاهد اللي فيه درغام تاني خالص. تقصد يعني درغام؟ ما انا حكي لها على كل حاجة، اصل احنا اصدقاء ماي فريندز. اوكي انا فاهم قصدك كويس قوي، اننا نوعي المجتمع بحقوقه وواجباته تجاه مجتمع، ومن هنا هيبقى عندنا قانون بيحكم الكل. رايت ماركتينج. بس لازم بقى نبدا الاول من المدرسة، من السكول. مش المدرسة وبس يا استاذ فاطين، كل المؤسسات حتى الشارع كمان. حلو قوي، تعالى بقى يا معلم نبدا الاول بالمدرسه، وبعد كده موضوع الشارع الستريت داون يعني خليه عليا انا. اوكي يا بيبي. وعشان كلنا ناخد حقوقنا لازم اكيد نعرفها. يا اختي حلويتي بعد ما اتجوزتي، اقعدي واحكي لي، الجواز مش حلو برضو؟ الانسان ليه حقوق كتير، حقوقه في التعليم، حقوقه في الصحه، حقوقه. وانتوا كمان يا اخوانا ليكم حقوق عندنا وحقوقكم يا جماعة. يا عم عبد العزيز بث ايه، ما تركز معايا، انت بتعمل ايه يا عم عبد العزيز؟ ما تخليها تيجي تدعك لي ضهري عشان منها عليا. وانت فيك نفس؟ لو سمعت الكلام يا عم عبد العزيز هجيب لك عب العزيز. وانت يا صبري، انت يا صبري يا مصوراتي انت. ايه يا استاذ فطين؟ انت بتصور فين انت؟ انا اللي بتكلم يا ابني، تصورني انا؟ لا دي صورة غلاف بقى، ما توقعنيش. غلاف؟ طب اعمل جيست واقفة. ابتسم يعني. ابتسم. اكثر اكثر. البند رقم واحد من اعلان حقوق الانسان اللي معاكم ده، والصادر عن الامم المتحدة لعام 1948، بيقول ان كل البشر يولدون احرارا ومتساوون بالكرامه والحقوق، ويتميزون بعقول وضمائر، وواجبهم التعامل مع بعضهم البعض بروح الاخوه. فينك يا صبري، كنت تاخد لنا لقطتين كده في اللحظه التاريخيه دي؟ ماشي. والبند رقم 6 يا اخوانا بيقول ان كل فرد فينا يتمتع بحق الاحترام امام القانون في اي مكان ايا كان. يعني من هنا ورايح يا اخوانا كلنا كده ننسى قله الحيله والخنوع، وحقوقنا هناخدها بقوه القانون والدستور. ربنا يخليك لينا يا استاذ فطين، نورتنا وفهمتنا، الله يبارك لك. شكر جدا 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 يا اخوانا. ولد يا سيكا. تحت امرك يا استاذ فطين. بقولك ايه، انا عايزك بقى تنزل للجماعه دي كلها مشاريب على حساب المعلم زلعوك. تحت امرك. تحت امرك. انت بتخوفيني ليه انت؟ منور يا معلم والله. انت بتقوم بدور وطني، كنت تستاهل فيه صورتين لما اشوفك يا صبري. البند رقم 7 بقى بيقول. يا استاذ فطين. إيه؟ استاذ فطين. إيه؟ درغام ورجالته جايين على هنا. حلو قوي جمله قضاهم. بقول لكم يا اخوانا، ها احنا لازم كلنا كده نبقى ايد واحده، لازم كلنا نقضي على الظلم وعلى البلطجه وشغل الفتوات دي، كلنا نبقى ايد واحده. فينك يا صبري؟ وسع الدور، هذا الدرغام وصل. وسع. ايه يا عم فطين؟ سامعك عمال ترمح كده في البلد وعمال تتكلم عليا وعلى رجالتي وتقول كلام مش كويس ومقوي الناس عليا، مش عيب برضك؟ رجالتك، قول بهايمك، قلاضيشك. قول يا فطين، انت عايز ايه من الليله دي كلها؟ انا خلاص يا درغام، اللي انا عايزه خلاص خدته. الناس فاقت خلاص منهم اللي في العسل اللي كانت فيه، الناس الرمم اللي حواليك دول خلاص بقوا رجاله.
المعدلين أو اللي كانوا بياخدوا على قفاهم خلاص بقوا ولاد الأدب وهيربوك. خلاص كلمة القانون من النهاردة هي اللي هتفوت يا راجل. قادر غام بقولك خلاص الرجالة بقى صوتهم يزلزل القهوة. خلاص يا ابني احنا بقينا كلنا ايد واحدة مش كده يا رجالة؟ أعلى مش كده يا رجالة؟ السكوت علامة الرضا. رجالة فين يا راجل يا طيب؟ يلا يا ابني كل حي يروح لحاله، كل حي يروح لحاله. رجل على رجل والنبي تنقطني بسكتك وتتكتم، كفايه الكعب اللي زنق على رجلي ده. اسمعي الكلام يا دنيا. يشو كويس انك جيت، هي الليله السوداء هتخلص امتى؟ انا مش قادره افوز طنطن على مروحي. وطي صوتك. قالت خلاص اسمع بس كلام التركي وانا هستنى بره. Beats for all my freaks. سيداتي النساء سادتي، معانا اليوم مفاجأة حفل الليلة. معانا النجمة المتألقة ذات الصوت الرائع، النجمة ذات الصوت الملائكي، مفاجأة الليلة النجمة الفنانة ديدي. Started.
افهم اني ميلة لي ما افهم نفسي اعرف الله واعرف ادخل له بس مني مع حد كده على ترابيزه والناس كلها تشوفني انا شخصيه عامه. يبقى خلاص تاخدي مفتاح الجناح تستني حضرتك. نعم مفتاح جناح؟ ايه اللي حضرتك بتقوله ده؟ انت ما عندكش نظر ولا ايه؟ ليه بس الغلط يعني؟ ايوه انت ازاي تقولي تعالي على الجناح من غير ما تقولي رقم وكام؟ امسك المفتاح اهو. حلو امسكه بقى استنيني في العربية تحت. طب خلي بالك من نفسك يا ميشو. ربنا يستر. طير يا حمام بقى. طيب يلا. يعني مبسوط مني يا باشا؟ ومبسوط من نفسي لأن توقعاتي دايما صح. امسك. ايه دي؟ 100,000 جنيه هدية النجاح. ايوه باشا بس دول كتير قوي. كده غلط يا ميشو غلط. انت عايز تدخل الجنة يعني لازم يبقى معاك فلوس كتير. دول البداية لسه الطريق طويل.
تسلم يا باشا. على فكرة اللوك مش بطال، بس انت معاك فلوس دلوقتي وتقدر تشتري هدوم شيك شوية. ماشي يا باشا، تؤمرنيش؟ مع السلامة. مع السلامة ميشو. تحت أمرك يا باشا. لو عوزتني تقدر تكلم حمدي وأنا هوصل لك. مع السلامة. مع السلامة ميشو. تحت أمرك. العملية نظيفة؟ نظيفة يا باشا، أنا شغلي على مية بيضاء واللي سعادتك طلبت اتنفس دلوقتي. باي بجد. طير يا حمام. مع السلامة يا رفرف. اكسلنت. امسك قطارك. ايه ده؟ ده كتير قوي حاوي. ده لسه اللي جاي احلى. انت مع الحاوي اهو. يا ده لا ما يهمنيش الفلوس، انا اللي يهمني العيش والملح. كام دول؟ دول 25,000 جنيه، حقك ونصيبك. بس عايزك يا ترك المرة دي تخلي بالك من زاد الخول، ها؟ ده يلوف عليك وياخدهم هما كمان. خدوا ربنا. ده الفلوس دي جت في وقتها. امسك يا معلم، عايزك بقى بالفلوس دي تنزل تشتري لي كام هدمة كده على ذوقك. عايزك تخليني ابن ناس. امسك. تعبيط يا ميشو؟ راجع هات فلوسك في جيبك. ده انت مع فوزي التركي. علي النعمة اللي خليك اجدع من اجدعها ابن ناس في بلدك كلها. عايش يا ترك. بقول لك ايه؟ وانت ليك عيلة واهل؟ ولا زي حالاتي كده ما بين يوم وليلة لقيت نفسك على الصيف؟ اه طبعا ليا عيلة. امال فاكرني طفل انابيب؟ ده انا اصلا من اسكندرية وعيلتي لازقة في مرسى والعباس. شلاه سيدنا المرسي. وانت ما بتشوفهمش يا ترك؟ يا ميشو بقالي بتاع 11 او 12 سنة كده معرفش عنهم اي حاجة. الله ينتقم منك. ليه فكرتني بالحكاية دي؟ كل ما بفتكرها بكتئب وبتغم. وبعدين دي حكاية طويلة قوي. بتحكيها يا عم؟ احكيها، احنا ورانا ايه؟ ما احنا فاضيين اهو. احكي لك. انا من يوم ما اتولدت يا ميشو. استنى استنى، انت ايه هتحكي من ساعة ما اتولدت ولا ايه؟ مش فاضيين قوي كده يا ترك؟ يلا بينا نمشي يا ميشو. يا تعالى يا ده انا بهزر معاك. احكي يا ترك. وايد سجارة كمان. احكي يا معلم. أنا اتولدت يا ميشو في أوضة صغيرة قوي قوي قد الحب. أبويا كانت هوايته إنه يخلف عيال كتير قوي يرميهم، لدرجة إني ما كنتش أعرف إخواتي من بعض. وكان إخواتي يا دوب اللي يلحق يخطف لقمة ويجري، واللي يقضي عشانهم عشان ما يحسش بالجوع. أبويا من جبروته يا ميشو كان مقعد مراتاته الاتنين في نفس الأوضة. حسيت إن أنا بقيت حمل تقيل قوي على أبويا. سبت البيت ورحت عشت مع جدي. اصلا من صغري واحب الدلع والبغدده. جدي بقى كان بيشتغل برضه مع الخواجات، هو اللي حببني في الشغلانه. اشتغلت كتير قوي مع الخواجات وكلت من وراهم بغاشه. جدي فضل ورايا لحد ما دخلني معهد السياحه والفنادق. ويوم ما اتخرجت انا من المعهد كان هو اتخرج من الدنيا. مات الله يرحمه. بعد كده بقى شفت حتة بنت طليانية، خبر اسود كان زي القمر اصلي. قلت بقى دي اللي هتظبط التركي. خدت اول قطر وهوب نزلت وراها على مصر. قضيت معاها يومين يا ميشو، احلى يومين في عمري كله. لكن يا فرحة ما تمت. ايه ماتت؟ يا عم ماتت ايه؟ سافرت واتقطعت اخبارها. وحلفت بقى قلت هفضل هنا، مش هرجع بلدي غير لما اكون حاجه. يا ترك بقى في حد عنده ناس واهل ويسيبهم؟ تقول ايه؟ فقري بقى. طب يلا بينا فقري. بقولك يا ميشو صحيح. ايه؟ كنت قصدك في خدمه. وامرني. اه كنت عايز مفتاح عربيتك يومين ثلاثه كده. امسك يا ترك حبيبي. حاول. يلا بينا بقى. يلا ميشو. عايز ايه تاني؟ هو انا وانت هنفضل اصحاب على طول وكتف في كتف مع بعض مش كده؟ كده يا ترك. ومش هيفرق بيني وبينك يا صاحبي غير الموت مش كده؟ وبعد الموت كمان يا ترك برضه هنبقى مع بعض. حبيبي حاول. حبيبي يا تركي. تعال قتال القصر. نطير بقى يا حمام. نطير يا حمام. Thank you.
ميشو يا ميشو. ازيك يا عم فتحي؟ عامل ايه؟ ازيك انت يا ميشو؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كنت بتعمل ايه فوق؟ ها؟ لا ده كانت في فتحة لمؤاخذة في السقف يعني، وبتدخل لي فران فقلت اسدها. سدتها؟ الحمد لله. الحمد لله. قول لي بقى، دنيا عملت الخير اللي انت كنت قصدها فيه؟ يا سلام على دنيا يا عم فتحي، ربنا يخليها لك، عملت الخير وزيادة وكله تمام التمام. تشرب شاي؟ اللعب علي وسرق الخاتم، خرب بيتي. بلغت البوليس؟ شو راح اقول للبوليس؟ حطيت مفتاح الجناح لواحدة ست، بتعرف انت الصحافة. الشغلة الثانية دي سمو الأمير يعرف بالموضوع. يعني إذا شاف الخاتم مو بإيدي راح يزعل كثير، وأنت أعرف الناس اللي إجاني هدية منه. طب واللي رجع لك الخاتم ده يا سامي بيه؟ احكي جد، صفت مين؟ أنت ما تعرفش مين صفت نصر. أنت جيب لي إياه وخذ اللي بدك إياه. أنا مش عايز أي حاجة يا سامي بيه، اللي عايزه حاجة بسيطة. تقنع سمو الأمير يخش شريك معايا في المشروع. المشروع هو منتجع هيتكلف 250 مليون جنيه. المشروع مضمون والمكسب مضمون. وجود اسم الأمير هيسهل لنا حاجات كتير. أنا بقنع لك يا، بس رجع الخاتم. حمدي أغر سعادتك يا سعادة الباشا، سامي بيت سرق له خاتم في الدكان ده. كلم صحابنا في الداخلية وخلي الموضوع سر. ادفع أي مبلغ، المهم الخاتم يرجع جدًا. حاضر يا سعادة الباشا، اعتبر سعادتك إن الخاتم رجع. اطمن يا سامي بيه، الخاتم هيكون عندك الليلة. متأكد الليلة رح يرجع الخاتم؟ طبعًا متأكد. شوف يا سامي بيه، البلد دي ليها سيستم معين. السيستم ده مقفول، اللي معاهم الباسورد هم اللي عارفين البلد دي تمشي ازاي. ها ها ايه يا استاذ فطين؟ ها ايه في ايه؟ مش هنلاقي بقى حل القانون البلطجه والغابه اللي بيمثلهم درغام ورجالته وطايحه في البلد كده، ولا احنا خلاص نمنا وارتحنا وريحنا وبرطشنا؟ برطشنا ايه بس؟ انا بشوف شغلي يا استاذ فطين. لا 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 لا، انا مش عاجبني شغلك خالص على فكره. لو مش بتحب الظباط ما تشتغلش صابر. امال اشتغل ايه يعني؟ هات مكان التصوير وصور ورق او عربيه حواوشي. حواوشي ايه يا استاذ فطين؟ في ايه؟ ما تقلقش خالص، انا مش قلقان، ده انا مرعوب. مرعوب من ايه بس؟ انا بدات شغل التحريات بتاعي خلاص. شغل في الزلابيا. زلابيا ب 2 جنيه بقى؟ زلابيا 2 جنيه يا استاذ فطين؟ في ايه؟ ما تحترمني شويه يا اخي. انا بدات شغلي خلاص، بقول لك التحريات بتاعي، وصلت المعلومات مهمه جدا جدا هتفيدنا. ايه ده؟ ايه ده اللي بناخده منكم كلكم؟ بدانا شغل التحريات وهتفيدنا، وكل مره تقعد تعمل لك كده، المره دي نسيتها صح. والجحش داير في البلد وداير في وهيجي لك يوم. بس انا شغال يا استاذ فطين، شغال بس وراهم لغايه ما اوصل لقرارهم. والمصنع القديم اللي قاعد فيه درغام ورجالته ومحدش بيقول لهم حاجه طلع بتاع صفوت نصار. ايه ده؟ صفوت نصار بقى؟ عشان ما حدش يسمع. ما تخافش، ما فيهوش حجاره. صفوت نصار صاحب مشروع المنتجع. بالظبط. انا عرفت دلوقتي ليه هما بيداروا عليه، علشان يستغلوا ارض امي غاليه. الموضوع اكبر من كده بكتير يا استاذ فطين. في حاجه انا مش فاهمها بس اكيد هوصل لها. طيب اسيب بقى حضرتك هنا لحد ما توصل لها، واوصل انا مشوار مهم جدا وهو الملاذ الاخير ليا بعد اللي حصل معايا مع المحافظ وفي الحي. وحضرتك بقى ممكن تشرب السحلب وتبرطش براحتك. بص مدد على المكتب. اهلا اهلا يا فطين يا ابني، عاش من شافك. عاش من شافك انت يا حسان بيه، من ساعه الانتخابات واحنا ما شفناكش. هعمل ايه يا ابني؟ مشاغل مشاغل والله يا فطين يا ابني. ده انا ما بلحقش انام، ادي جيت على سهوه لقيتني بفطر. بفطر امتى؟ الظهر. وفطري ايه؟ فطري زي اي واحد مواطن غلبان مصري عادي جدا. انا حاسس بالناس قوي يا فطين. ما تمد ايدك. لا الحمد لله، فطرت من بدري قوي. خلينا بقى ندخل في الموضوع اللي انا جاي لحضرتك علشانه. اتفضل اتفضل يا استاذ فطين، كل اذان صاغيه، خد راحتك. الارض بتاعت امي. لا مؤاخذه يا استاذ فطين. الو، ايوه يا سعاده الباشا. مين؟ عبد العزيز الفران بتاع المعارضه؟
لا الراجل ده زودها قوي، ده احنا لازم نوقفه عند حده. ايوه لازم نوقفله، امال ايه؟ لا ده احنا رجالتك يا باشا، احنا رجال سعادتك يا باشا. مع السلامه. لا مؤاخذه يا استاذ فطين، عبد العزيز الفران بتاع المعارضه يا سيدي فاكر انه وطني وبيحب البلد اكتر مننا، تصدق؟ كمل كمل يا استاذ فطين. الارض بتاعت امي يا سياده عضو المجلس. لا مؤاخذه يا استاذ فطين. الو، ايوه يا سياده النايب، ايوه انا اللي ماضي له قرار العلاج على نفقه الدوله. الله، مش انا رئيس لجنه الصحه ولا ايه؟ طبعا ما هو لازم ياخد مراته وعياله، امال هيسيبهم هنا؟ يا راجل بلاش تلاكيك فاضيه يا راجل. مع السلامه. ايه قلبي يبصوا ان سياده الوزير مسافر يتعالج بره على نفقه الدوله ومعاه مراته وعياله. طب وايه يعني؟ ما هو راجل بيتعب، وبعدين ده مصري، ده حقه. كمل كمل يا استاذ فطين. ما انا خايف اكمل الاستاذه نانس عجرم تعملها معايا. مش هتعملها، كمل. الارض بتاعت امي استولى عليها صفوه نصار عنوه وضمها للارض اللي نهبها من الحكومه علشان يروح يعمل بيها مشروع المنتجع بتاعه. لا ده انا كده ازعل منك قوي يا استاذ فطين. معقول الراجل اللي خايف على مصلحه البلد وخيره عليها يتقال عليه بينهب؟ لا عيب عيب عيب. عيب ايه يا ست النايب؟ عيب ايه؟ قال وبعدين حضرتك انا حجه الارض معايا، وسيادتك بنفسك كنت مع المحافظ موافق على المشروع بتاعي. حجه ايه يا استاذ فطين اللي بتتكلم عنها؟ الراجل ده يا جماعه هيعمل مشروع بمليارات، هيشغل عماله كتير جدا، لازم كلنا نضحي. بالك الراجل ده بيديني فيلا في المنتجع بتاعه هديه لوجه الله، انا مستعد اكلمهولك بحيث يديلك فيلا انت كمان وتعيش حياتك بقى بلا مشاريع بلا خوط الدماغ. انا من ساعه ما دخلت هنا وانا شامم نفس الريحه. ريحه ايه يا استاذ فطين؟ ريحه العفانه والفساد والزمم الخربانه. احترم نفسك يا راجل، احترم انت نفسك واتقي الله في بلدك. لا ده انت زودتها ولازم تتربى. انا حسان، حسان الغول، انا معايا حصانه. حصانه ايه يا ابو حصانه؟ جت كل قرف خربتوا البلد. حسان تعالى، رب الكلب ده. انا كلب يا ابن ستين ولا بلاش علشان انا مؤدب. يا سياده النايب اللي عنده دم احسن من اللي عنده عزبه، وانت بسم الله ما شاء الله عندك حزب كتير. اخرس يا حيوان، ربيه صوره. سيبني يا كلب السرايا، سيبني صوره. يا حسين يا غول، حسين يا الله يا رب الوكيل. هدوم الشاي يا عم فتحي يا راجل يا طيب. ألف هنا وشفا حبيبي. أنت عارف أنا نفسي في إيه يا ميشو؟ نفسك في إيه يا عم فتحي؟ نفسي أزور النبي وأروح الحرم وأحج. أم دنيا الله يرحمها كانت تقول لي اسمع، إحنا نجهز البت ونستتها ونسترها ونطلع انا وانت على الحج على طول. الله يرحمها ويحسن اليها. الله يرحم موتانا يا عم فتحي، ان شاء الله ربنا ينولها لك يا رب. اقوم انا بقى اريح شويه بعد اذنك. بقول لك ايه يا ميشو؟ تحت امرك يا عم فتحي. الدنيا بنت حلال مصفي وبتحبك. عارف يا عم فتحي، وعارف انك خايف عليها مني، بس ما تقلقش انا كمان ابن حلال مصفي، بس الدنيا بقى هي اللي بتجيب وبتودي فينا زي ما هي عايزه. اللي بكلمك فيه ده صعب قوي يا ميش عليا، بس انا اب، بكره لما هتبقى اب هتحس ان انا حاسس بيه. انا كان نفسي افرح بيها واشوفها عروسه بنموت. بعد الشر عليك يا عم فتحي، وانا وعدك ان ما حدش هيقدر يمس شعره واحده بس من دنيا طول ما انا عايش. اصل انا عم فتحي الدنيا خدت مني كتير قوي، لو خدت منها اللي انا عايزه هتفرح يا عم فتحي. ربنا يفرح قلبك.
عملتها لكم بايدي، كل واحد فيكم عروسه ومكتوب عليها اسمه. ادي عروستك يا شوقي يا حبيبي. وادي عروستك يا فطين. يلا تصبحوا على خير يا حبايبي. ايوه حبيبتي انا هنا اهو. شفت العروسه الجميله دي؟ الله دي جميله قوي. شفت بقى الميس جابتها لي علشان كنت شاطره في الامتحان بتاع اخر الشهر ونجحت. لا ده انت كده بقى محتاجه انزل لك وابوسك. لا واجيب لك كمان باكو شوكولاته كبير. ياس جل. اي خدمه تانية يا مستر كنكه؟ ثانك يو بسكليت. دي بكشيش. والله ايه كلك ذوق خواجايه بس بنت بلد. بقول لك ايه انت خدتها فين؟ قالت لي عايزه محل ملابس وديتها عند سنتر ام عباس اللي على رصيف المحطه. وعرفت تشتري كل الحاجات دي لوحدها؟ دي بتفاصل ولا بنات بولاق. سلام عليكم. ثانك يو. السلام عليكم. ازيك يا بسكليت؟ ازيك يا قطر؟ ازيك يا دانك؟ ازيك يا مام؟ بعد اذنكم بقى. ايه ده تعالى يا فطين، ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ ايه مالي يا قطر؟ ما انا كويس اهو الحمد لله وزي الفل. زي الفل ايه يا ابني؟ ده انت بتشر ميه من كل حته يا دناير. ما انا بقى يا امي كنت ماشي كده في الشارع وكان الجو حر قوي بس بقى وبعدين وانا ماشي بقى كده مش طايق نفسي ولا طايق اي حد بقى، فلقيت بسين ماشي في الشارع فنزلت فيه بقى. ده ايه الغرب ده يا رب؟ بقى لقيت بسين في الشارع فيه خط غطس، مش كده؟ انت كنت فين يا فطين؟ عند النايب حسن الغول. يبقى هو اللي رماك في البسين يا دناير. ايوه يا امي رموني في البسين. الجبابره والميه تلج والجو ايه تلج يا امي، ساعتين في الميه لغايه لما نشفت. يا قلب امك يا حبيبي، خش يا اخويا غير هدومك، خش يا قطر مع جوزك لحسن ياخد برد. حاضر، هو ياخد دش ويريح شويه. ريح انت بس يا قطر. لا بعد اذنك. حبيب امك بعد اذنك يا امي. حبيب امك يا حبيب امي. واتخد برد. تعالي بقى يا دانكا فرجيني جبتي ايه من ام عباس. انا مش عايزاه. ولا انا عايزك. استهدى بالله بس يا وليد. ما انت شايفها يا استاذ فريد. فريد؟ فريد مين بقى يا حاج وليد؟ ما تصحصح شويه. انا لازم اطلق منه، انا خلاص زهقت ومليت. استهدي بس بالله انت كمان يا مدام رندا. قال لها في ايه بس احكيلي. يرضيك يا استاذ منير. منير؟ ماشي منير منير، يرضيني ايه؟ يرضيك اصحى بالليل الاقيه جاي بالقناه بتاعه الاغاني وعمال يتفرج على هيفاء وهبي، وكمان مش كده ده بيترقص وياها زي الاراجوزات. اخس عليك يا وليد، ليه كده؟ ما هي كمان سايتني وانا في الحمام وكلت الحلاوه بتاعتي. ليه بس كده يا رندا؟ ايوه عشان اغيظ، عشان بيتفرج على هيفاء. ما كل يوم انت بتنامي وتسيبيني. خلاص خلاص انا كده فهمت وعرفت ايه حلكم. انت يا رندا دلوقتي تاخدي بعضك وتروحي تجيبي علبه حلاوه بدل اللي انت كلتيها، وانت يا وليد تطلع تجيب لها بوكيه ورد وتدهولها، وصدقني لما هترجع هتلاقيها احلى من هيفا، مش كده يا رندا؟ كده يا استاذ شريف. شريف؟ اما الحق بقى اروح اجيب الحلاوه. ماشي ماشي مع السلامه. استنى هنا يا حاج وليد. يا عم طالما هي بتتضايق من هيفا ما تتفرجش يا عم على هيفا في البيت، ابقى اتفرج عليها في القهوه. ماشي كده يا وليد؟ ماشي يا استاذ لطيف. لطيف؟ ماشي مع السلامه يا عم لطيف. لطيف ما تنساش الورد.
ايوه يا رندا. مساء الخير يا استاذ فتحي. اهلا حضرتك. الظبط ايه في ايه؟ اسمع بقى اللي انا جاي لك علشانه، عشان مفيش غيرك هيساعدني فيه. وانا تحت امرك. مع ظروف فلوس انا معايا 18 جنيه، تاخد 9 وانا 9. 9 ايه وفلوس ايه بس يا استاذ فتحي؟ خلاص يا عم خد 15 وانا 3. 15 و3 ايه؟ مش عايز حاجه، خد ال 18 كلهم يا عم. انت تسمع وبس. وصلتني معلومات. من مين؟ انت مالك من مين؟ وصلتني معلومات وما تقوليش من مين. بتقول ان في عربيه نقل كبيره بتتردد على درغام ورجالته في المصنع القديم، والمعلومات دي بتقول ان صاحب العربيه اسمه دهشوري من قريه اسمها العزبه القبليه. ايوه عارفها العزبه القبليه دي، دي في الجنوب من هنا، بس كل اهلها ايه خاطرين جدا بيشيلوا رشاشات. طب احنا عايزين ندخل القريه دي ونوصل. ايه رايك لو ندخل عليهم بحزام ناسف ونفجروا فيهم؟ حزام ايه بس يا فاطين؟ خلاص ندخل عليهم بقى بكام قنبله على كام رشاش على دبابتين، ونمنع عنهم الاكل سنتين ونحاصرهم تاني يوم بقى على طول. فاطين اللي انا عايز اوصل له دهشوري ده، لانه هو اللي هيعرفنا العربيات دي بينقلوا فيها ايه. هو بصراحه بقى اللي يعرف العزبه القبليه كويس جدا عم عزوز، لان كل خلانه من هناك. تمام نروح له. نروح له ليه؟ ما هو موجود هنا مرزوع جنب دانك. قال ايه؟ عايز يتعلم انجليزي يا عم عزوز. تعبت نفسك ليه بس يا ميشو يا ابني؟ ما تقولش كده يا عم توفيق، تعبك راحه، المهم انت بس اطمنا عليك. الحمد لله دوخه كده وراحت لحالها. لا يا جدو، الدكتور قال لازم ترتاح. ايه ده، انت رحت للدكتور؟ واحد من زبايني شافني وانا تعبان كده ولقى نور مخضوض عليا، اصر يوديني المستشفى. وقالوا لك ايه في المستشفى عم توفيق؟ ما انت عارف بقى الدكاتره وتهويلهم يا ميشو. قال ايه؟ الكبد تعبان عندي قوي ولازم اشعات وتحاليل وكلام من ده، بس انا بيني وبينك ما بحبش المستشفى. ما كتبوش علاج؟ كتبوا علاج. طب قول له بقى علشان يسمع الكلام ويخف. عم توفيق اسمع كلام نور. يا ابني يا ابني الشافي والمعافي هو الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. طب امسك عم توفيق، خلي دول معايا. لا 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 كده ازعل منك يا ميشو. لو تزعل ليه يا عم توفيق؟ انا معايا فلوس كتير. يا ابني ربنا يزيدك بالحلال، بس انا مش محتاج فلوس. انا كل اللي محتاجه انك ما تغيبش عني وتسال عليا على طول. جدو توفيق بيحبك قوي يا ميشو. وانا كمان يا نور بحبه قوي. خلاص تبقى تتصل وتطمن عليه. مش انت معاك موبايل؟ اه معايا موبايل. انا بقى كمان معايا موبايل حقيقي مش لعبه، كان جدو توفيق ادهوني. تبقى تتصل عليه. اوكي 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 ماشي. انا هروح معاك يا حضره الضابط نضال. وانا مش اقل منكم وطنيه ورجلي على رجلك. معلش يا عم عزوز انا اسف والله من كتر الحماس، بس معلش ما خدتش بالي. المهم يعني هنعرف نوصل لدهشوري؟ عيب، اعتبر نفسك سعادتك وصلت له. انا حافظ العزبه دي شبر شبر، ولعلم سعادتك انا خلاني ناس كبارات وليهم سطوه في البلد دي. الله نسب يشرف. فبس انا مقابل ده ليها طلب صغير عن سعادتك. اطلب يا عم عزوز. عايز ارجع، عايز ارجع الخدمه تاني. وبعدين انا كتبت طلب للوزاره ووقف على امضاء سعادتك. ايه ده يا عم عزوز؟ انت مش كنت مستني تطلع على المعاش وعمال تقول انا عايز ارتاح يا فطين؟ انا شقيت يا فطين، انا شفت الموت بعينيا يا فطين. اولا انا كنت بكذب، انا لا شفت موت ولا اتنيل، انا كنت مقضيها كتابه محاضر وسامع ام كلثوم. بس اول ما شفت دنكا علمتني ان انا لسه قدامي حاجات اقدمها للبلد دي، واقدم للبوليس المصري قدراتي اللي لسه ما طلعتش. كنت بتفشر عليا يا عزوز، وانا اللي كنت فاكرك مناضل وشهيد الواجب. ماشي ماشي. طب ده بقى اولا. ايه بقى ثانيا يا سيدي؟ طلع وفضفض اللي جواك. طلع ثانيا. انا لما خرجت وسبت الخدمه وقعدت بوسي فوس شهر اكتشفت ان الموت اهون. عندك حق. وبعدين اكتشفت كمان ان انا عايز اخدم البلد دي زيكم بالظبط، لان دبت فيا روح جديده، بس محتاج الفرصه. ارجوكم ادوني فرصه. ابو سيدك يا فاطين اديني فرصه، اديني فرصه. إيه بقى؟ خلاص بقى ملخت ايديا بقى. لا خلاص عرفنا، اديله فرصه يا عم انت كمان بقى. ماشي يا سيدي هديلك الفرصه، واعتبر الطلب اللي انت قدمته اتمضى عليه كمان، وانت دلوقتي في الخدمه. صلع عزوز افندي. بتردها لي يا عم عزوز؟ If you're going on this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in
the summer sky, and our love was new, and our hearts were high, and the day was young. لسه يا اسمى زي ما انتي بتسمعي خليو. استني انا اللي همشي، بس كنت عايز اتكلم معاكي. فاكره اول مره سمعنا فيها الاغنيه دي؟ كنا في الكليه في ممر جيمي اللي قدام المكتبه. لما سمعنا الاغنيه دي قلت لك انا بحبك يا اسمى، وانتي قلتي لي انا عايزه اشتري الشريط ده، والشريط ما كانش بيتباع غير في وسط البلد في شارع الشوارب جنب سينما مترو. نزلنا اشترينا الشريط وكلنا جيلاتي، وبعدها دخلنا سينما مترو. كان فيلم سكارفيس لألباتشينو. كان فيلم دموي، بس أنا كنت مبسوطة عشان كنت معاك. ولما خرجنا من السينما مديت إيدي في جيوبي، ما كانش معايا ولا مليم. كانت الدنيا ليلت والسما بتمطر. خدنا تاكس واديته الساعة اللي كانت حيلتي. في اليوم ده كان بابا أول مرة يضربني عشان اتأخرت، بس أنا ما همنيش، كنت فرحانة، كنت طايرة من الفرح. دخلت أوضتي وقعدت أسمع شيخ خولي بلاسيوس كذا مرة لحد ما نمت. وأنا رحت للبيت ماشي، ما كنتش حاسس بالبرد ولا بالمية، كنت برقص تحت المطر زي جين كيلي كده. الناس كلها كانت تشاور عليا وتقول مين المجنون ده، محدش كان حاسس اني ماسك النجوم بايديا. ساعتها قلت مش هتجوز غيرك. وانا خصيت في بابا عشان خاطر يقتنع بجوازنا، مش مقتنع بيك، بس انا كنت مقتنع وفي الاخر وافق. لكن قاطعني، انا بعت الدنيا كلها علشانك يا صفوت. وانا جبتلك الدنيا كلها لتحت رجليكي، لكن انت اللي سبتيها ومشيتي. انا كنتش عايزه الدنيا بتاعتك دي، انا كنت عايزاك انت، انت وبس. ما كانش ينفع يا اسمى، كانوا هيشوفونا فشله، كنا هنبقى فشله في نظر ابوكي وفي نظر التانيين. هو احنا كده مش فشله؟ لا مش فشله يا اسمى، مش فشله. كل اللي كانوا رافضين ارتباطنا حاسديننا دلوقتي. انا جبت لك الدنيا كلها، الدنيا مستنياكي، شاورك بس. انا رافض الدنيا بتاعتك دي، مش دي اللي كنت بحلم بيها. ده بحر غويط ملوش قرار، اللي ينزل فيه لازم هيغرق. اسمع، لسه بتفكري بنفس الطريقه؟ الاحلام الورديه دي ملهاش مكان في الدنيا دي، ملهاش مكان خالص. انا لو ما دوستش التانيين كنت حداس. بس كنا هننام مرتاحين وضميرنا مستريح. صفوت من فضلك سيبني اخد بنتي وامشي من هنا. انت بتقولي ايه يا اسمى؟ انا بحبك وانا عارف انك بتحبي، بس انا بحب بنتي وخايفه عليها منك. اسمى، بتخافي على بنتي مني؟ اليوم اللي البنت هتعرف فيه حقيقتك مش هتسامحك ولا هتسامحني. ما تقلقيش، بنتي هتسامحني زي ما انت هتسامحيني. هتسامحيني، انا بحبك، بحبك. If you go away as I know you must, there'll be nothing left in the world.